يومياتي كأي أم بأي بيت عادي، من نوع بكير ومجهز الأولاد للمدرسة، بلفلهم ترتينات وأكيد بوصن على الباب وهني كمان وبنطرهم لا يرجعوا. ماريا وأمل هني أخيات. ماريا بنت طيوبة شطورة بالمدرسة كتير. دمو أكبر بدي صير محامية ودافع عن المظلومين. لما برجع على البيت بغسل إيدي وبرجع بروح أتغدى وبلش حد دروسي لترجي للمعلمة بلش أدرس. بس هواياتي بحبها هي السبورت والجمباز. أمل بنت نشيطة جدا، شخصيتها قوية، بتدافع عن حالها بنفس الوقت شطورة، كمان بتحب تلعب سبور، بتحب تعمل عرض أزياء، وبتقولي ماما بليز تيابك بس اكبر ما تعطيهم لحدا، خلي لي اياهم لالي لان انا كثير بحب تيابك بدي هن. ماما بتغسل تيابي وبتساعدنا وبتعمل لي سندويشات وبتعمل لي الغدا. اصعب شيء انه اذا حدا فل منهم، مع اني بتمنى لهم كل الخير، بتمنى يلاقوا نفس الحنان اللي اعطيتهم هو، ان شاء الله الله يبعث لهم ايام حلوه ويحققوا كل اللي كانوا عم يحلموا فيه بالاساس.